مصر وكل من يتابعنا في البرنامج سواء اليوم أو كل يوم. أبو علي تفضل. الله يمسيكم بالخير. نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قصة منها عبرة ومختصرة، حتى طبعا لها علاقة بقصة خوينا البارح، جرت علي أنا شخصيا، فمنها عبرة ومنها أمانة لهذا الوطن. الأولى، كان عندنا في إحدى الحارات مسجد ونصلي فيه أنا والمشايخ وكذا، أحيانا أصلي أحيانا يصلي الشيخ عبد الرحمن يعرف أبوه، ومعنا واحد من يوم نجي له قدامنا المسجد في المقدمة، وبس يسلم الإمام أخذ المصحف، حنا نقعد نسبح تعرف بعد الصلاة وكل شيء، يستشيرنا في بعض الأوقات أحيانا كذا، بيقول الشيخ عبد الرحمن ما من ناحية هذه عند أبو علي ومن ناحية كذا، دخل مزاجنا هذا الإنسان اللي ما شاء الله حمامة مسجد، كان شغال بحد الشركات، هو من دولة أجنبية ما بسعودي. الأخير قلت يا شيخ عبد الرحمن خلي يتقاوم معنا، ما بسعودي ها؟ لا. طيب قال، قلت خلي يتقاوم معنا الليل عند جارنا ذا في العصر، أخذناها معنا الليلة الليلة الثانية وكل شيء. المهم أنه بعد فترة سافر الرجال واتصل بي من تلفون غير التلفون اللي مسجل عندي، كيف حالك يا شيخ عساك طيب؟ يا شيخ أنا أجيب كلمة الشيخ هذه عشان تشوفون، يا شيخ كيف حالك عساك طيب؟ والله أنا سافرت وأنا رحت بلادنا هناك وحصلت لي موضوع كذا، وأعرف لك في التراثيات ولك ولك ولك، وبك تسافر أنت الشيخ عندي تشرب عندي فنجان قهوة في المنطقة الفلانية في المدينة الفلانية في كذا كذا، تشوفون الموضوع عندي هنا. قلت الشيخ ممنوع يسافر لهناك، وأنا كذلك المنطقة هذه الدولة هذه ما ممنوع، أعطني إيش علمك؟ قال وجدت ذهب وجدت كذا وهذا هو، ما هو كذا 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 كذا، أصلح في مزارع عندي هناك حصلتها، والمراد هذا صوره. طيب قال لي حاول إنك تجي له أنت لوحدك كذا، قلت ما أقدر نهائيا. المهم إنه بعد أخذ وعطى وكلام كثير قال لي طيب أنا أقدر أرسل لك عينة اللي عندك. قلت كيف؟ قال برسل المدينة الفلانية يجي منها سيارات سمسم وتودي بالصدفة للسعودية المصنع الفلاني حلويات. طيب قال وبحطها في يعرف البيت عندي يعرف الحوش، وبحط في كيس معين القطع هذه وتجيبها وتصل إلى عندك. قلت طيب والمطلوب؟ قال المطلوب أعطنا نص حق الحافلة حتى تجي عندك ودخلها في الحوش عندك وتأخذ، وسهل الأمر يا شيخ، وتأخذ هذه العينة، وبعدين إذا اتفقنا الثلث لي وثلث لك وثلث مدري شو يقول اسم. قلت طيب وأجيبها عندي في السعودية هنا؟ قال هي بتجي لعندك بتجي. قلت وأدخلها بيتي وأخذ هذا؟ قال نعم. قلت إيش تسمين أنت عندك؟ قال الشيخ أبو علي الشيخ. قال نعم. قلت يعني ما نفعني دين وصلاتي في المسجد ولا نفعني خيانة بلدي؟ يا سلام. قال ما خيانة، هذا رزق. قلت أنت بنفسك تقول يا شيخ، ومن قدام شوية تقول يا شيخ، وأنا ماني بشيخ لكني عابد زاهد في الدنيا وما فيها، فما بالك إني أخون بلدي الأمين اللي احتضني وكذا. قال ما قدرت أقول للناس أنت أمين وكذا؟ قلت لا، هذه ما أمان، هذه خيانة. وكان قلت لي أرسل لي 5000 ولا 6000 ريال وكان أقدرت أرسل ولا كذا. الحين أنت تعرف أني مديون في البيت ودبنا صفينا القيمة حقه، والأهم من هذا كله عيب، والله عيب أنك تصلي أمام الله وتنطرح بين يد الله ثم تأتي بالخرابيط هذه والأمور هذه كلها. يا شيخ يا شيخ. قلت لا، عاد تقول يا شيخ واستودعك الله والحمد لله كفاني الله. هو غبي ما لقى غير المطاوعة، ما لقى له حمدان، هذا حمدان وسعيد مشبب ما حد يضحك عليهم بإذن الله. الله يعطيكم العافية كلكم، يبيض وجيهكم. باقي عن الصلاة يمكن 5 دقائق ولا حواليها، والحقيقة أن الحلقة يعني مرت سريعا.